السلام عليكم. واحدة من الأسئلة اللي ممكن تنسألونها في الأوسكي أو حتى في الفايبر يعطونكم impression وبيقولوا لكم علقوا عليها أو اذكروا لنا الايرورز اللي فيها أو شلون تعقمونها وتسوون لها disinfection. خلينا نتكلم شوية عن مبدئيا عندنا materials تستخدم حق primary impression وماتيريال تستخدم حق final أو secondary impression. primary impression نستخدمه عشان نطلع شيء يسمونه study cast. هذا الكاست نستخدم ان احنا نسوي دايجنوزز على الكيس، على الاكلوجن، على السبيس، نسوي عليه واكس اب. اما الفاينل او سكندري امبريشن فاحنا نستخدمه عشان نطلع الفاينل كاست، وهذا الكاست نسوي عليه الكرام بريدج، الار بي دي، الكومبليت دنشر اللي ممكن نسوي. طبعا عندنا شيء يسمونه ايديال بروبرتيز نبي نحصلها في الامبريشن ماتيريالز مالتنا. طبعا كلها ما تكون موجوده في ماتيريال واحده، لكن احنا كل ماتيريال لها بعض البروبرتيز الزينه وبعض البروبرتيز المو زينه، وكل نوع له انديكيشن. ف ايديلي احنا نبي الماتيريال مالتنا تكون رخيصه، تكون هايدروفيلك يعني محبه حق الماء، تكون دايمنشنال ستيبل، تكون كان ريكورد الفاين ديتيلز زين، مو توكسيك، نوت ايريتنت، ايزي مانيبيليشن، ايزي ميكس، كان بور ماني تايم. لكن طبعا ما في ماتيريال واحده تجمع كل البروبرتيز، كل ماتيريال لها بعض الاشياء الزينه والمو زينه. زين مينلي احنا نستخدم تو ماتيريالز، نستخدم الالجينيت امبريشن ونستخدم اديشن سيليكون. في ماتيريالز اخرى مثل امبريشن كومباوند مثل البولي ايثر، بولي سلفايد، لكن ما نستخدم بشكل يعني كومن. مثل ما قلنا الجينيت عشان نطلع الستادي كاست، و اديشن سيليكون عشان نطلع الفاينل كاست او الفي. بالنسبه حق الالجينيت فهو شيء يسمونه هيدروكولايد، يعني في نسبه ووتر وايد. الاديشن سيليكون هو تبع مجموعه يسمونها الالاستمرز، وهم عباره عن ماتيريالز تكون غاليه نوعا ما. هذه الاديشن سيليكون عندها هاي دايمنشن ستابيليتي، هاي ابيليتي تو ريكورد الفاين ديتيلز، كان بي بورد ماني تايمز. انزين الاديشن سيليكون هي على اكثر من فورم، عندنا لايت بودي وعندنا ميديوم وعندنا هيفي وعندنا باتي. باتي عاده نستخدمه قبل لا نسوي كام بروب، ناخذ فيه يعني نسوي الاندكس عشان يساعدنا في عمل بروفيشنال او تمبري كرام بعدين بعد الكرام بروب. لايت بودي هو اللي ميزه انه هو كان ريكورد فيري فاين ديتيلز، بس شنو مشكلته؟ انه نسبه الفيلر فيه قليله، فالبوليمرايزيشن شرينكج او الشرينكج اللي يصير بعد الرياكشن وايد. فاحنا كثر ما نقدر نبي نقلل استخدام هذه الماتيريال، يعني الكوانتيتي مالتها، عشان الشرينكج يقل. شلون نقلل؟ نحن نستخدمها مع ماتيريال ثانيه يكون الشرينكج مالها اقل. فاحنا نستخدمها مع شيء يسمونه باتي بادي، يعني البادي الثقيل نوعا ما. هذا الدايمنشن ستابيليتي مالته ممتازه، لكن ما يسوي لنا ريكورد حق الفاين ديتيلز. فنستخدمهم اللايت مع الباتي، نستخدمهم مع بعض اللايت والباتي عشان يعطينا جود ريكورد حق الفاين ديتيلز وجود دايمنشن ستابيليتي. اللي يميز الاديشن سيليكون انه ممكن نصبه اكثر من مره لمده اسبوع كامل ما يضر. طبعا قبل لا ناخذ الامبريشن لازم نتاكد ان عندنا دراي اريا، لان الاديشن سيليكون من عيوبه انه هايدروفوبك، يعني كاره للماء. فاذا كان التوث هذا في ويت او في مويستر عليه او سلايفا او بلاد، ما راح يقدر ياخذ الديتيلز بشكل جيد. فجود ايزوليشن عندنا ممكن نستخدم ريتراكشن كورد حيث ان الجنجبه تكون اواي او ديسبليسد من البريبريشن مالتنا، وبعدين ناخذ الامبريشن مالتنا. بعد ما ناخذ الامبريشن سواء الجينيت او اديشن سيليكون لازم نسوي ديس انفكشن حق الامبريشن مالتنا. شلون نسوي ديس انفكشن؟ حق الامبريشن مالتنا، اول شيء بعد ما نطلع من حلج المريض ضروري نغسلها على تاب ووتر، يعني ماي جاري، وبعدين نسوي له دراي بالاير سيرنج اللي عندنا. بعدين عندنا ديفرنت ماتيريال ممكن نستخدمها حق الديس انفكشن، عندنا جلتر الدهايد، عندنا صوديوم هايبوكلورايد، عندنا ايودو 4. بالنسبة حق الاديشن سيليكون لانه هايدروفيلك، فيفضل ان احنا نسوي الابلاي ديس انفكتنت
از سبراي على التري، ما نسوي لها امبرست او نغمسها داخل ديس انفكشن. بعد ما نسوي ديس انفكشن لازم نشوف الامبريشن مالتنا ونشيك على الاخطاء، هل الامبريشن هذه زينه ولا لا وشنو الاخطاء. هذا البارت اللي ابيكم تهتمون فيه، تهتمون بالديس انفكشن. قلنا شلون نسوي ديس انفكشن باختصار، نستخدم ثلاث ماتيريالز، اي واحده فيهم جلاترالدهايد او سايدكس اللي يسمونه، او ايودو فورس، او الصوديوم هايبوكلورايد. بعدين الشيء اللي ابيكم تعرفونه شنو الاخطاء اللي ممكن تشوفونها في التري. زين، الاديشن سيليكون عباره عن تو ماتيريال، بيست وكاتاليست، حلو، نخلطهم مع بعض عشان يصير عندنا رياكشن. حلو، فتشوفون الامبريشن عندكم هل فيها لونين مو متجانسين مع بعض، نوت هوموجينيس، لان احنا نسوي الميكس، نسوي الميكس لغايه ما التو بيست يصير لهم يعني تداخل مع بعض وامتزاج. فاذا لقيتوا الامبريشن فيها لونين مختلفين ومو مختلطين، فهذا نوع من انواع الايرورز اللي ممكن تلقوه. الايرور الثانيه، طبعا احنا الامبريشن ممكن ناخذه بسبيشال تري، وممكن نستخدمه بستوك تري الموجوده عندنا في الاسواق. حلو، اذا لقيتوا الامبريشن هذا بارت اوف الامبريشن التري طالعه، يعني ما في امبريشن مغطي هذا الجزء، تعرفوا ان هذا وان اوف ذا ايرور، ان هذا المكان ضغطنا فيه قوة فسوينا ديسبيس حق الامبريشن ماتيريال كلها وصار عندنا تري شو. بعدين تشوفون هل الامبريشن مالتكم مغطية كل الاسنان ولا لا، يعني هل الاسنان كلها طالعة. طبعا احنا لين السفن وخلاص، يعني مجرد انك تسوي كابتشر حق السفن فانت يعني اديت اللي عليك، مو شرط انك تطلع الايت دائما، لان بعض الناس يكون عندهم limited mouth opening. زين، بس طبعا لو طلع الايت يكون افضل. الشغله الثانيه اللي تشوفونها هل الامبريشن هذه قاعده بالتري عدل او تطلع من التري، يعني يسمونها هل الامبريشن هذه retentive بالتري ولا لا. اذا ما كانت retentive وتطلع فاعرفوا ان هذا واحده من الايرور. الايرور اللي بعده هل فيها voids ولا لا، تشوفون الضرس اللي مسوي له crown preparation هل فيها voids ولا لا. فلا تلاحظون هني الامبريشن هني مقطع زين وفي شويه فويدز هني، فهذا واحده من الايرورز. نفس الشيء بهذه الامبريشن عندنا هني في بارت مقطوع. فعشان اختصر لكم الايرورز اللي ممكن تشوفونها بالامبريشن، تشوفون هل الميكسينج هوموجينيوس ولا لا، هل الامبريشن ثابته في التري او تطلع، هل في اي شو حق التري ولا لا، بعدين تشوفون الفويدز او تشوفون التير. شغلة خامسة بعد، احنا لما ناخذ الامبريشن عادة نبي ناخذ المارجن، ولا بناخذ بارت من التو ستراكشر بيلو المارجن، شوفوا هالشيء موجود ولا لا، اذا ما شفتوه معناته في ايرور. هذا باختصار. في شغلة نسيت اقولها، التكنيك اللي ناخذ فيها الامبريشن عندنا فور تكنيكس. التكنيك الاول وهذا عادة يكون هيستوريكال ما حد قام يستخدمه، اللي هو الكبر باند، ان احنا نسوي سنجل توث امبريشن، نجيب كبر باند ونعبيه في دنتر في امبريشن ماتيريال وناخذ امبريشن حق التوث اللي نبيه. هذا هيستوريكال ما حيستخدمه. بعدين عندنا المونوفيز تكنيك او امبريشن، ان احنا ناخذ الامبريشن هذه باستخدام ماده واحده اللي هي عاده نستخدمها في الالجنت امبريشن. بعدين عندنا التكنيك الثالث والرابع، ان احنا نستخدم تو ماتيريال مع بعض، نستخدمه اما على وان ستيب او سنجل ستيب او على تو ستيب. السنجل ستيب ان احنا يعني نخلط الباتي ونحطه داخل التري، وبنفس الوقت نجيب اللايت بادي وانجكت على الاسنان وناخذ الامبريشن في وقت واحد، الباتي واللايت مع بعض. اما تو ستيج ان احنا ناخذ امبريشن كامل باستخدام باتي، بعد ما يصير الست نشيل الامبريشن من حلج المريض، نسوي شويه سبيس، بعدين نبتدي نستخدم اللايت بادي على الاسنان او على الامبريشن مره ثانيه وندخله داخل حلج المريض، يسمونه تو ستيج.